من ساعة ما مشيت وأنا مش عم أحط حاجة في بوقي، نفسي مسدودة يا أخي. يا عم هتيجي ميت يا عم. شوف لي موزة تاني يا عم. دي كلها قطعة شغال في البلوك. اللقمة مش نازلة. لما أنت مش قادر تاخد نفسك من كتر الأكل. بس يا ماما يسمعك يا ماما. ما يسمع، مش أنت اللي كداب. طب خلاص يا ماما، خلاص. عيل كداب. إيه يا أخوي؟ يا ابن اصبر والله العظيم انت فهمت ان غلط. يا ابن طب اسمعني، دي ماما بتهزر. والله ما بهزر، بتكلم جد. ده قافل. عاجبك كده يا ماما؟ ايوه عاجبني يا كداب، والله ما هعمل لك بنطلونك. يا ست ما تستفزنيش. بترفع الحزام عليا؟ جه منين ده كله؟ على فكرة مش ماسك الحزام ده لماما. اخ يا عمود يا فجري.